أعلنت الخارجية الإثيوبية رفض تصريحات منسوبة لوزير الخارجية المصري سامح شكري بخصوص الأزمة بين البلدين بشأن سد النهضة. وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان عبر حسابها على تويتر: نرفض التصريح غير المسؤول على حد وصفها المنسوب لوزير الخارجية المصري بأن جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع أزمة سد النهضة. وأضاف البيان أن تصريحات وزير الخارجية المصري تشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والاتفاق المبادئ الذي وقعته أديس أبابا والقاهرة والخرطوم عام 2015. وطلبت إثيوبيا في البيان جميع الأطراف ذات الصلة بملاحظة ما وصفتها بالانتهاكات المصرية الصريحة لمبادئ العلاقات الدولية، وأكدت أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم باستخدام التهديد والاستفزاز بحسب البيان. وكان سامح شكري وزير الخارجية المصري قد أكد احتفاظ بلاده بالحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وأضاف في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المصرية: نكتفي بالقول إن كل الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة. معنا عبر الانترنت من القاهرة سفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. سعادة سفير فوزي، مرحبا بك. إذا كيف تابعت هذا البيان من قبل الخارجية الإثيوبية بشأن تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري في التعامل مع أزمة سد النهضة وتعقدها وعدم القدرة على الوصول إلى حل بين الدولتين حتى الآن؟ مساء الخير، تحياتي لحضرتك وللإخوة المشاهدين. الحقيقة أنني أستغرب تماما هذا البيان من الخارجية الأثيوبية، إذ أنه لو كان هناك فهم أبعد ما يكونون عن هذا التحلي. نحن لدينا حقائق مهمة على الأرض، لدينا نهر دولي تحكمه اتفاقيات دولية، لدينا توصيات صادرة من مجلس الأمن، لدينا وساطات سابقة، لدينا جهود كبيرة تمت سواء في إطار الاتحاد الإفريقي أو في إطار حتى جامعة الدول العربية ومبادرات من دول عربية آخرها الإمارات. وبالرغم من كل ذلك فإن هناك تعنتا أثيوبيا واضحا لا شك ولا جدال فيه بالاستمرار في التصرفات الأحادية في نهر دولي لا تستأثر به ولا تمتلكه وحدها، وتقوم بذلك في تهديد خطير لدولتي المصب مصر والسودان، تهديدات وجودية حقيقة للدولتين. يبدو أننا فقدنا الاتصال بسعادة السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. وكانت الخارجية الإثيوبية قد خرجت في بيان عبر حسابها على تويتر قبل هذه التغطية، وقالت نرفض التصريح، بوصفت تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري بغير المسؤول، عندما بأنه قال إن جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع أزمة سد النهضة، ما اعتبرته الخارجية الإثيوبية تهديدا صريحا. وأضاف بيان الخارجية الإثيوبية أن تصريحات وزير الخارجية المصري تشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. تأتي هذه التصريحات مشاهدينا بعد تقريبا 10 سنوات من محاولة الوصول إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاث المتعلق بأزمة سد النهضة، والتي تطالب فيه مصر إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم يشمل العديد من النقاط المتعلقة بالملء والتشغيل وما إلى ذلك، بينما تريد إثيوبيا أن تعيد نقاش مسألة حصص المياه، وترى أن نهر النيل هو نهر إفريقي ولا يحق لمصر أن تطالبها باستخدام القانون التي تسميه إثيوبيا قانون استعماري في تحديد مسألة حصص المياه، وترى إثيوبيا أن من حقها المضي قدما بإنشاء وتشغيل سد النهضة وتلتزم فقط بالتشاور مع الأطراف الأخرى كمصر والسودان.
مرة أخرى معي السفير فوزي العشماوي، ولكن هذه المرة عبر الهاتف. سعادة السفير، كنت تتحدث عن هذا الموقف الذي اتخذته الخارجية الإثيوبية بشأن تصريحات وزير الخارجية المصري الذي قال فيها إن كل الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بهذه الأزمة، واعتبرته من جانبها انتهاكا صارخا لمبادئ الاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة. يعني الوصول إلى هذه النقطة وتبادل تصريحات بهذه يعني القوة، بماذا يؤشر فيما يتعلق بهذه الأزمة؟ يؤشر إلى تصاعد المخاطر ووصولنا إلى نقاط ربما تهدد السلم والأمن في الإقليم. نحن لدينا الآن تهديدات خطيرة لنمط الحياة ولملايين المزارعين المصريين وللأمن الغذائي في مصر. لدينا تهديدات بشح مائي خطير في السنوات القادمة. لحسن الحظ أختي العزيزة، كانت السنوات الماضية كلها سنوات فيضانات متوسطة إلى فوق المتوسطة. لا نعلم إذا كانت السبع سنوات السمان قد ولت وسندخل في فيضانات متوسطة أو أقل من المتوسطة. في هذه الحالة ستكون العواقب وخيمة. نعلم جيدا في دراسات تمت حتى في جامعات محايدة، جامعات أمريكية وهكذا، أنه كل 5 مليار متر مكعب نقص في حصيلة المياه الواردة إلى مصر تؤدي إلى خروج 1 مليون فدان من الزراعة المصرية و4.5 مليون مزارع مصري. نحن نتحدث عن دولة أكثر من 100 مليون مصري. لا شك أن أثيوبيا لها الحق في التنمية، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصر. طيب ناهيك عن طيب سعادة المخاطر السفير، الجسيمة جدا. عندما يقول وزير الخارجية المصري سامح شكري يعني إن كل الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة، ما الذي يقصده بذلك؟ يعني مصر ذهبت إلى خيار التفاوض عبر الآلية المباشرة، ذهبت مباشرة عبر الاتحاد الإفريقي، لم تعقد اجتماعات منذ اجتماع كينشاسا الذي فشل في الوصول إلى أي اتفاق، ذهبت إلى مجلس الأمن ويعني استخدمت قوتها الدبلوماسية والناعمة والضاغطة. ما الذي يقصده الوزير الآن بكل الخيارات مفتوحة؟ الوزير لم يحدد حقيقة ماذا يقصد بالضبط، ولكن أتصور أننا من الممكن أن نعود نحن والسودان إلى مجلس الأمن، ولكن ربما يكون في هذه المرة في إطار مختلف عن المرات السابقة، إذ أننا قد نكون تحت مظلة البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة، وهو بند يتحدث عن السلم والأمن الدوليين. كما أن الخيارات المفتوحة تعني فعلا هي كلمة تشرح نفسها، أنه إذا كان هناك مخاطر جسيمة على حياة المصريين وعلى مستقبل المصريين وعلى الأمن الاستراتيجي في مصر، فأعتقد أن كل الخيارات المفتوحة هي كلمة توضح نفسها. نحن لا نهدد أحدا، وإنما نطالب بالالتزام، التزام الجانب الإثيوبي حتى بالاتفاق الإطاري الذي نص على عدم الإضرار بدولتي المصب. نعم، ابقى معي سفير فوزي العشماوي، ينضم إلينا عبر الإنترنت من أديس أبابا سيد محمد العروسي نائب البرلمان الفيدرالي ومستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي. سيد محمد مرحبا بك. هذه التصريحات التي خرجت عن وزارة الخارجية الإثيوبية ووصفت تصريحات وزير الخارجية المصري بغير المسؤولة، وعدت هذه التصريحات انتهاكا وخرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ولكن مصر تقول إنها يعني طرقت سبلا كثيرة واتجهت نحو إثيوبيا في مرات عديدة لحلحلة هذه الأزمة دون أن تستجيب إثيوبيا. كيف يمكننا أن نفهم ذلك؟ وها شكرا على الاستضافة أولا، والتحية لك ولضيفك الكريم سعادة السفير من القاهرة وكذلك لكافة المشاهدين. طبعا نقول هذا لا يبرر للأخوة في مصر أن يستمروا على هذا النهج التصعيدي دائما، يعني خاصة في ظل
يعني في الأوقات التي تقوم فيها إثيوبيا بهذه الخطوات مثل الملء الرابع وأي خطوة إن كانت في سد النهضة. هذا لا يبرر هذه التهديدات الدبلوماسية التي تصدر من أعلى واجهة للدبلوماسية، من أعلى ممثلية للدبلوماسية المصرية العريقة. فكان حري بالإخوة في مصر أن يبحثوا عن الحلول الجادة. نحن نقول عندما يعني يبحثوا عن الحلول الجادة فعلا وليس هذه الحلول التي يرغبون في استيرادها لأجل أن يفصلوها كما أرادوا على المقاس الإثيوبي. الدفاع عن هذه التصريحات لا يسمن ولا يغني من جوع، فالعالم كله يفهم بأن هذه لهجة تصعيدية دأبت عليها القاهرة منذ قيام سد النهضة ومنذ قيام إثيوبيا بهذه الخطوات تجاه سد النهضة. فهذه اللهجة هي مستمرة، ونحن ما نعيبه على الأشقاء في مصر بأنهم يحاولوا أن يصطنعوا عداوة مع إخوانهم في إثيوبيا، هذا في الوقت الذي تحرص فيه إثيوبيا على مد يد العون والمساعدة لأجل الجلوس على طاولة المفاوضات التي نستطيع من خلالها أن يعني نخرج بحلول يعني ربما تفيد الجميع على أقل تقدير. يعني هذه الحلول يعني نستطيع إذا ما كانت هناك لدينا رغبة حقيقية. هذه الرغبة لا أعتقد بأنها تتوفر في الإخوة المصريين، فمن يصرح بمثل هذه التصريحات دائما والإعلام المصري طيب، والذين ولكن يتعاطون معه سيد محمد، الآن وعلى مدار بحمايته. سنوات طويلة من المفاوضات ومنذ توقيع اتفاق المبادئ، وكان هو تقريبا الصورة الوحيدة التي بدأ فيها وكأنه هناك اتفاق و نوع من أنواع الرغبة والإرادة السياسية للمضي قدما ببناء سد النهضة والتعاون ما بين الدول، نحن تابعنا انسحاب إثيوبيا من ذلك الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم توقيعه في واشنطن، خرجت في الدقائق الأخيرة ولم يعد المفاوضون مرة أخرى لتوقيع الاتفاق، وكان موقفا مستغربا. أنتم تقولون دائما إن مصر تتعنت، بينما مصر والسودان قالتا في تصريحات متتالية إثيوبيا هي التي تتعنت، طلبتم بالالتزام بالاتحاد الإفريقي يعني ذهب الجميع إلى طاولة الاتحاد الإفريقي وخرج اجتماع كينشاسا الأخير دون الوصول إلى أي اتفاقات. مصر تقول إنكم تتعنتون، وأنت الآن تقول إن مصر هي التي تتعنت. كيف يمكننا أن نفهم كل هذه نعم بالفعل ذهبوا، نعم أقول هم يا أستاذة حياة، هم ذهبوا إلى الاتحاد الإفريقي لكن ليس للوصول إلى حل، لكن ليبحثوا لهم عن مخارج إلى الأروقة الدولية وإلى واشنطن. فهم أتوا إلى الاتحاد الإفريقي للخروج منه وليس للمناقشات. هذا كله يعني أمر مسلم به، هذه الأمور كلها مسلمة بها ونحن نعلمها جيدا، أن الإخوة في مصر يأتون إلى الاتحاد الإفريقي فقط لإفشال مفاوضات الاتحاد الإفريقي. صحيح أن هناك جهودا من الدول الثلاثة ضمن مبادرة قدموها للاتحاد الإفريقي حتى يستطيع إيجاد الحلول، ولم يعطى الفرصة الحقيقية رغم ذلك. هذه المبادرة لأنها كانت من الدول أطراف الأزمة ربما يعني لم تأخذ هذه يعني تلك الإمكانية الكافية التي يستطيع من خلال الاتحاد الإفريقي بناء على طلب 3 دول أن يحل هذه الخلافات. أعتقد بأن الاتحاد الإفريقي في المرحلة الراهنة هو الذي يبادر ب يعني احتضان هذه الأطراف الثلاثة. طيب، ولكن سيد محمد، ونحن نلتقي سويا على الهواء مباشرة لأعوام متتالية الآن، عندما نقول إن مصر هي التي ذهبت للاتحاد الإفريقي لإفشال المفاوضات، يعني السد أصبح واقعا وتم الملء الأول، الملء الثاني، الملء الثالث، ونحن بصدد الملء الرابع، يعني لماذا قد تسعى مصر إلى إفشال اتفاق هي التي تطالب به، بينما إثيوبيا وصلت إلى مرحلة الملء الرابع دون الوصول إلى اتفاق مع مصر؟ بل وبين الحين والآخر نستمع إلى تصريحات بمنطق يعني النيل أصبح نهرا إثيوبيا، نهر النيل نهر يعني إفريقي لا يمكن لمصر أن تستولي عليه، ولا يمكن للاتفاقات الاستعمارية أن تحسم الأمر. يعني هذا الاتهام بحق مصر هل يبدو منطقيا بالنسبة لك؟ نحن لا نتهم مصر، وإذا قلنا أن النهر إثيوبي نعم هو كذلك، يعني النهر إثيوبي، نهر النيل إثيوبي، منبعه يعني أكثر من 85% ينبع من إثيوبيا. رغم ذلك
نحن عندما نقول أن النهر إثيوبي فهذا لا يعني أننا ننزع ملكيته أو أن يتشارك فيه الإخوة معنا في القاهرة وفي السودان في هذا النهر. الأمر الآخر أنه يجب أن نفصل دائما بين الموقف السوداني والمصري، وهذا ما لا تفعلونه أنتم، لأن هناك توجها عاما اليوم لدى الدول العربية ولدى الإخوة العرب أن يجعلوا من الموقف المصري والسوداني مندمجين، بينما هما منفصلين تماما ولا يعني يمكن الخلط بينهما. الأمر الآخر أن هذه الفترة عندما تقولين أننا نتهم مصر بأنها تعرقل المفاوضات، نحن نقول أننا كلنا نطالب باتفاق، إثيوبيا طالبت باتفاق وكذلك مصر وكذلك السودان، لكن ما هو هذا الاتفاق وما هي بنوده؟ يعني بنود القاهرة تختلف بالتأكيد، فهي قد تطالب أمامكم يعني ببعض الأمور وكذلك ببعض المطالبات الفنية وغيرها، بينما تطالب بأمور أخرى في حقيقة الأمر. يعني الخلافات مثل ماذا الجوهرية سيد محمد؟ تصحح مثل ماذا؟ مثل ماذا عفوا، سيد محمد الأمور التي تطالب بها مصر ولا تعلنها للعلن؟ ليت يعني ومتى ننتهي إذا ما سردنا هذه الأمور؟ ففي كل مرة تتغير هذه الأجندات وأنتم ربما تعلمون ذلك أكثر منا. فإذا كانت أنا أطلب منك مثالا للعودة به إلى ضيفي سيد محمد، أعطني مثالا طلبت به مصر دون أن تفصح بشأنه للعلن، غير ما يتعلق باتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة. طبعا أنا لا أستطيع أن أعلن عن التحركات الدبلوماسية التي تجريها القاهرة والتي لا تخفى علينا واحدة تلو الأخرى للتحريض على إثيوبيا ومحاولة يعني قيام المجتمع الدولي ومن تلجأ إليهم بالضغط على إثيوبيا. نعم، ولكنك لم تكن السبل تتحدث عن والأصعدة. التحركات الدبلوماسية سيد محمد العروسي، أنت عفوا، كنت تتحدث عن المطالبات المصرية التي توجهها لكم فيما نعم يتعلق نعم بالمفاوضات دعيني أؤمن إذا وفيما سمحت يتعلق بالسرح بالاتفاق يعني أنت التحديد. لا تعطيني الفرصة. نعم أقول أنت لا تعطيني الفرصة حتى أكمل هذه النقطة تفضل بالتوضيح. سيد يعني محمد، أسألك يكفيك عن ما أنهم الذي يأتون طالبتكم به إلى مصر ولم الاتحاد تعلن عنه؟ يا سيدتي، نحن الآن نتفاوض على أمر معين في سد النهضة، يعني نتحدث عن أمور مخاوف معينة عن سد النهضة، فإذا في الأجندة بالأجندة تتغير لتصبح القضية والنقاشات حول الحصص التاريخية، هذا لا يعقل. يكفيك أن هذا التغيير المتعمد للنهج وللأجندات في الاتحاد الأفريقي وغيرها من يعني المفاوضات أو حتى الخروقات التي يتهموننا بها لاتفاقية إعلان المبادئ، هذا اللجوء كله يعني هذه كلها ضمن المطالبات المزدوجة للأشقاء في مصر، هذه مطالبات مزدوجة يحاولون أن يوهموا العالم أن إثيوبيا يعني عرقلت مطالبهم ومخاوفهم ولم تتخذ فيها يعني حلولا معينة حتى تطمئنهم، بينما هذا الأمر غير واقعي. نحن علينا أن نتحدث أن الخلاف يتمثل في فترات الملء، هذه الفترات التي ربما كل هذه المصائب يعني التي نراها في العالم يريدون تحميلها لإثيوبيا لأنها يعني أرادت أن تملأ الخزان في فترات، رغم أن إثيوبيا تنازلت ورفعت سقف التعبئة إلى 10 سنوات وأكثر. يعني إثيوبيا الآن تتحدث أريد أن أنقل آلية ما معينة. قلته قبل قليل سيد محمد إلى ضيفي سفير فوزي العشماوي. سعادة السفير، إذا ضيفي النائب البرلمان الفيدرالي ومستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي محمد العروسي يقول إن مصر تذهب ببنود للتفاوض ثم يجدون بنودا أخرى لا علاقة لها بالاتفاق، يعني كيف يمكننا أن نفهم ذلك؟ ولماذا قد ترغب مصر في إفشال الاتفاق في أروقة الاتحاد الأفريقي لتذهب به إلى الأروقة الدولية؟ يعني أنا أشكرك جدا على أنك استضفت الأخ الكريم، لأنه لدينا نموذج جيد وواضح للتفاوض الأثيوبي والمنطق الأثيوبي. للأسف الشديد نحن أمام حلقة مفرغة من اللف والدوران الذي لا يصل إلى شيء. الأمور بسيطة جدا جدا، الخرطوم استضافت الاتفاق الثلاثي ومصر والسودان اتفقتا مع أثيوبيا في 2015 على أن يكون هناك من فرط حسن نية الدولتين اتفقتا على أن يكون الملء
متوازيا ويسير جنبا إلى جنب مع التفاوض على التشغيل وعلى الملء. وهذا كان للأسف الشديد نقطة سلبية كبيرة نعاني منها الآن، إذ أنه كان لابد من الاتفاق على الملء وعلى التشغيل وعلى أمن السد وعلى النواحي الهندسية وعلى تمكين الشركات المحايدة التي اتفق عليها الأطراف الثلاثة، وعلى وجود مرجعية قبل أن يتم استئناف العمل في السد. ولكن من فرط حسن نية السودان ومصر قبلتا أن يكون العمل سائرا جنبا إلى جنب مع التفاوض. ها نحن نتفاوض من أجل التفاوض فقط، نذهب إلى الأمم المتحدة لا نخرج بشيء، نذهب إلى الاتحاد الإفريقي لا نذهب بشيء، نذهب إلى واشنطن وينسحبون بعد أن كان هناك أكثر من 90% من النقاط تم الاتفاق عليها. كل هذه أمور توضح بما لا يدع مجال للشك من هو الطرف الذي يتهرب من الالتزامات. مصر والسودان تطالبان بمطالب منطقية وبسيطة للغاية، سد ولكن هل معنى ما تقوله سعادة السفير الجمع؟ أن مصر وقعت اتفاق مبادئ مع إثيوبيا دون تحديد النقاط الأساسية وأدى ذلك إلى المشهد الذي نتابعه الآن؟ إثيوبيا لديها اتفاق مبادئ تعمل بموجبه، بينما مصر ما زالت تطالب بمزيد من النقاط يعني تطوير هذا الاتفاق. لأنه من أول نقطة في الاتفاق كانت تنص على العمل بحسن نية بين الأطراف الثلاثة وعلى التعامل المتزامن بين بنود الاتفاق. للأسف الشديد أثيوبيا لم تلتزم بذلك ولم تثبت حسن النية حتى الآن. لدينا إجراءات أحادية في شأن بالغ الخطورة لأكثر من 130-140 مليون نسمة هم سكان مصر والسودان، بعضهم يتعرض لمخاطر وجودية في السودان وفي مصر تتعرض لمخاطر وجودية تتعلق بنمط الحياة وبالأمن الغذائي. ماذا تفعل الدولتان أكثر من ذلك في خلال 4 سنوات تحليت فيها بمنتهى ضبط النفس وبكل الرغبة في التوصل إلى اتفاق مع الجارة ومع الشقيقة أثيوبيا؟ وضحت الفكرة، شكرا جزيلا سفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق. أختم بهذا السؤال الذي طرحته أنت، وشكرا جزيلا إلى ضيفي سيد محمد العروسي نائب البرلمان الفيدرالي ومستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، كنت معنا عبر الإنترنت من أديس أبابا، لكم جزيل الشكر. مشاهدينا المسائية مستمرة، وبعد قليل شيخ الأزهر يدعو الغرب لدراسة الإسلام دراسة منصفة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا.